فقد أكدت مصادر أمنية بساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف أن 3 عناصر مسلحة تسللت إلى إحدى الضيعات لسرقة الخضروات وأطلقت النار على صاحب الضيعة. هذا ولا تزال جهود قوات الحرس والجيش الوطنيين حثيثة لإلقاء القبض على هذه العناصر الإرهابية. من هذه الضيعة الفلاحية بمنطقة الحزيم بساقية سيدي يوسف انطلقت الحكاية. تناقص في الخضروات يتزايد ليلة بعد ليلة، بما جعل صاحب الضيعة يتولى حراستها ليفاجأ بتسلل 3 عناصر مسلحة إلى الضيعة بهدف التزود وليصاب بالطلق الناري على مستوى جانبه الأيسر. والمعطيات الأولية اللي توفرت لنا أنه تعرض فعلا إلى طلق ناري على مستوى جنبه اليسار، وهو حالته حاليا الصحية مستقرة. ما نجموش ننفيه ولا نأكده هل أن الذخيرة اللي أصيب بها ذخيرة حربية أم هي ذخيرة صيد، في انتظار نتائج التقرير الطبي اللي باش يعطيها لنا. قال لي بدينا نثبتوا شعلنا الضوء، قال لي نحن شعلنا الضوء والكل أثر علينا. كرتوش. أي كرتوش ضرب من عند الآخرين، كي ضربوا الآخرين هذوكم عاودوا هما ضربوا كيف كيف. تضرب بخوه بهذي نيجو جمع الاول الخضره من ناحيه ناقصه، وقلت للمولاه راهي الخضره ما ناقصه. جاء هو البارح تبدلت ولت المشكله اللي هون، وثم ارهابيين هم اللي جو قاعدين يسرقوا في الخضره من السيني ويدوا فيها. الغابات المجاورة ومسالكها الوعرة تحولت إلى ما يشبه المنطقة العسكرية المغلقة، حيث تواصلت عمليات التمشيط طوال الليل وحتى نهار اليوم بحثا عن هذه العناصر المسلحة، فيما تعمل وحدات مختصة من الحرس الوطني على اقتفاء آثار أقدام الجنات. حاجة نحب نقولها أن وحدات الحرس الوطني بالكاف بمعاضدة وحدات الجيش الوطني بالكاف تتعقب العناصر الإرهابية بلا هوادة وتتبع فيها أين محلت وتضيق عليها الخناق. مصادر من الحرس الوطني أكدت أن هذه الحادثة كانت تهدف إلى توفير المؤونة للعناصر المتحصنة بالجبال، وذلك بعد تضييق الخناق عليها. وما العملية اللي تمت هذه والحدث اللي تم هذا إلا أحسن دليل أن العناصر الإرهابية أصبحت تحت طب تبحث عن الموارد الأكل متاعها والتمعش متاعها. وكانت هذه المنطقة التي تتميز بغاباتها الكثيفة ومسالكها الوعرة قد شهدت خلال السنة المنقضية عمليات تمشيط واسعة وسط تكتم عما